عودك عليه قلت واو هل حيصفري هل ح يقول لي احذف هل حيقول ايش اللي صاير اللي ابوي عقب الا وسمعت كلام منه خلاني almost ابكي وانا قاعد ابتسم قاعد تسمع لي كلام حليق العياب احتجت اسمعهم فترة طويلة اذا ميك سنس صراحة احس اني كذا فجأة حليت فصرت انجنيت زيادة.